السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكو عبير ناجي من عالم بيرو. والنهاردة بقى هنعمل مع بعض البوريك التركي، وصفة حلوة قوي تنفع للعزايم وكمان ولادنا هيحبوها قوي، يعني من باب التغيير. كلنا بنعمل الجلاش عادي وتقليدي جدا في صينية ونقطعه، يعني حبيت ان انا اعمل وصفة جديدة وطريقة جديدة للبوريك. وعشان نحضر معانا الحشوة بتاعته، هنجيب طاسة وهنحط فيها معلقة زبدة كبيرة، والحشوة بتاعتنا هتكون عبارة عن لحمة مفرومة، بس هنعصجها بالطريقة العادية خالص. هنجيب بصلة كبيرة ونحطها في طاسة زي ما انتوا شايفين، ونقلبها لحد ما لونها يصفر وتاخد معانا لون ذهبي جميل. وننزل عليها باللحمة المفرومة ونعصجها تعصيجة عادي خالص زي ما بنعصج اللحمة، ومش هنضيف عليها اي اضافات تانية. هنزل بقى باللحمة كده وقلبها كويس. هضيف عليها تقريبا معلقة صغيرة من الملح او معلقة الا ربع من الملح، بس الملح دوت على فكرة يا جماعة، الملح اول ما بنحطه كده على اللحمة بيخلي اللحمة لما تستوي تبقى مفرفرة ما فيهاش اي تكتلات. وطبعا الفلفل الاسود ده بيخلي مفيش اي ريحة زفرة للحمة. انتوا عارفين اللحمة لما بتلمس النار بتطلع ريحة زفرة بسيطة، لا بيدلنا على زفرة اللحمة خالص وريحة الزفرة اللي بتطلع منها. مش هنحط اي توابل تاني، هو بس الملح والفلفل الاسود بس، مش اكتر من كده. بصوا بقى لما استوت اهي، تمام كده خلاص، مش عايزها تستوي اكتر من كده. اللحم المفروم بتاخدش تقريبا 10 دقايق على النار وبتكون استوت. احنا بقى هنسقيها مش زي الجلاش العادي بيض ولبن بس، لا هنعمل لها تشريبة مميزة جدا، عبارة عن بيضة في ربع كوباية زبدة، بس انا حطيتها قبل التصوير للأسف، اهي كوباية وربع كوباية من الزيت وكوباية لربع من اللبن ومعلقة كبيرة من الدقيق. دي هتبقى التشريبة اللي احنا هنسقي بيها الجلاش بتاعنا. نضربها بقى بالمضرب اليدوي البسيط ده، عشان انتوا عارفين الدقيق بيعمل تكتلات. تمام كده، التشريبة دي يا جماعة اللي بتخلي الجلاش بتاعنا مورق كده ومنفوش، ويعني بيبقى حلو جدا، احلى من الجلاش بكتير على فكرة. حط بقى ذرة فلفل كده وشوية ملح صغيرين. بصوا بقى التشريبة بقت ناعمة ازاي. هنجيب بقى البايركس بتاعنا، البايركس بتاعي دوت طبعا كانت ورقة الجلاشة اكبر منه شوية، فانا قصيت منها حتة قبل ما افرد الرول. يعني هنبتدي بقى نشرب. المعلقة بتاعتي دي كبيرة شوية، يعني بتساوي معلقتين من المعالق العادية. هنحط بقى معلقتين كده من التشريبة ونعملها بالفرشة. فرشت بس مفرش بلاستيك تحت الجلاش عشان ما يلزقش مني في الرخامه، والبايركس دهنته بشويه سمنه كده، بس عايزاكم يعني من تحت تحطوا ماده دهنيه كتير شويه، شويه زيت او زبده بس كتير شويه، لان هو بيلزق شويه في القعر. اوكي، اي الرول بتاعنا هياخد مني تقريبا 4 جلاشات. ما نقلقش طبعا لو هي اتقطعت معانا شوية، كل ده احنا هنداريه واحنا بنلفه بإذن الله.
هظبطها كده هتبقى تمام، وهسقيها برضو. طبعا هعمل كده في كل ورقة هحطها، واتأكد ان انا مشربها كويس عشان الجلاش بتاعي يبقى مورق، هيبقى شبه العجينة المورقة يا جماعة. حط بقى التالتة وادهنها برضو. حط بقى الورقة الأخيرة، يعني كل رول هيبقى تقريبا 4 ورقات جلاش. معلش طولت بس في أول واحدة عشان خاطر أوريها لكم بالظبط، وبعد كده هيكونوا جاهزين معايا على طول. حط بقى اللحمة وقعت شوية في البايركس، معلش بتحصل في أحسن عقلي. حط بقى كده حشوة، يعني حشوة معتبرة. من الوصفات اللي تبقى حلوة اوي في العزايم يا جماعة وصفة البوريك التركي دي. لفوا بقى رول كده واحطه في البايركس، وهعمل بقى تلاتة تقريبا رولات، يعني البايركس بتاعي هياخد 4 رولات. هبتدي بقى اسقيه بصوص التشريبة بتاعنا ده، هسقي تقريبا بيه كله، يعني واخليها تنزل كده ما بين الورق. طبعا عشان البوريك بتاعنا يبقى يعني وصفه مظبوطه لازم ندخله التلاجة ساعتين او 3 ساعات، ويا ريت بقى لو عملناه من بالليل وبات في التلاجة طلعناه بس على السوا. كمان البوريك بتاعنا دوت من الوصفات الحلوه قوي اللي بتتفرز. بس لما نسويه طبعا هنفككه كده من بعضه ونشربه بالتشريبة بتاعتنا تقريبا كلها. بس انا كده كان قاعد تقريبا ساعة في التلاجة، خرجته عشان اقطعه، ممكن نقطعه طبعا قبل ما ندخله التلاجة مفيش مشكلة. هساوي بقى البوريك بتاعي دوت على نار عالية شوية، هحطه في النص. هخلي النار عالية من تحت، واول ما احس ان الجناب طبعا خدت لون ذهبي هفتح عليه الشواية. بص بقى بعد ما طلعته حلو ازاي، وتحسه كده ان الرولات منفوخة ونفشة وجميلة. اشترك في القناة، يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك، اوعوا تنسوا اللايك، ويقول لي رأيه في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.